آئیے اس عظیم الشان تقریب کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کریں جو دنیا انسانیت کے لیے آخری کتاب ہے. اور تلاوت کے لیے میں جناب محسن کمال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت کلام ربانی سے اس مشاعرے کا روحانی آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها تقواها. قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعكروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى.
فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.